لابد ان هيكون في فتره، الفتره دي هل تكون في المال فقط ولا هيلزم فيها الشده؟ يا باشمهندس، مطلوب منك فريضه الوقت. فريضه الوقت ان تنشغل بواجب الوقت. واجب الوقت ان تقيم الدين الان، ما بعد الان له ربه. دي مساله مهمه جدا. يعني انت الان مثلا طالب في الكلية، الواجب عليك انت عاوز ترتب، يبقى الواجب عليك تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه دلوقتي؟ ان انت مش تنجح، تذاكر حتى تتفوق. احنا الواجب علينا ان احنا نرضي الله عز وجل، نرضي الله، دي هو الغاية الكبرى، ارضاء المولى سبحانه وتعالى. ففي الوقت نرضي الله عز وجل بحسن الطاعة في طلب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة الدؤوب ونفع المسلمين. وفي الوقت نفسه إذا تهيأ لنا أي صورة من صور الإعداد العلمي أو المالي، إيه المانع إن المسلمين يعملوا مشاريع اقتصادية تدور عليهم دخل كبير؟ إيه المانع إن المسلمين يتدربوا يبقى أجسامهم أجسام رياضية بحيث تكون أجسام قوية تتحمل طاعة ربنا عز وجل وتتحمل الصبر والمعاناة وتتحمل كل شيء؟ ايه المانع؟ ما المانع من ذلك الامر؟ وبعدين احنا عندنا التمكين لا يكون الا بالدين، والدين ثلاث حاجات ربنا عز وجل ذكرهم: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اخترتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هو الدين بقى أحب إليكم منين؟ من الله، اثنين، ورسوله، ثلاثة، وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. إذن عندنا الوحي والجهاد. الجهاد لا يقصد به مصاككة الأعداء فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. يبقى الجهاد باليد اللي هو الجهاد المفهوم في دماغكم ده صورة من ثلاث صور من صور الايه؟ الجهاد. في جهاد باللسان بالدعوة لله عز وجل وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، وعندنا جهاد بالمال. جهاد بالمال ان احنا ننفع المسلمين، نحول الفقراء الى مستغنيين، نساعد الفقراء، نساعد المرضى، نساعد المعوزين، نساعد اخواننا المسلمين خارج مصر، نساعد اخواننا المسلمين في الصعيد. يعني الشيخ ابراهيم ماسك والاخواننا ماسكين شغل في الصعيد بقالنا فتره طويله، هناك مآسي كثيره جدا. ده من جمله الجهاد. احنا لما تشوف قريه مسلمه ما فيش فيها مسجد في الصعيد، ما فيش فيها مسجد، ليس بها مسجد، سبحان الله، يبقى انت قاعد هنا بتقول ايه؟ واخوانك المسلمين، مش هقول لك بقى هناك في ملاوي ولا في بوروندي ولا في النيجر ولا في الصومال ولا في كينيا ولا هنا ولا هناك، تاخذ في الصعيد في قلب بلدك، يحتاجون الى جنيهك اليسير البسيط. يبقى انا ادفع مليار جنيه في اوراق وبوسترات و الى غير ذلك، والمردود ليس للصالح العام، ونسيب هذه الامور. يبقى احنا عندنا آية التوبة وضحت الأمر، عندنا الجهاد على معناه الواسع، سواء الجهاد الأصغر النفس والشيطان أو الجهاد الأكبر المتعلق باليد واللسان والمال، كل هذا موجود، ده كله أعمال مطلوبة ولابد أن نأتي بذلك. مش قادر دلوقتي ترفع تجاهد باليد لأن ما فيش هناك أعداء هنا في مصر، اجتهد، أنت ما انتش عارف اللي يحصل بكرة، ممكن يحصل إنزال عسكري وتحتل مصر، ممكن النصارى يتجرؤوا، ممكن تخش إسرائيل. طبعا دلوقتي مش هيمكن دلوقتي، لا، لكن ممكن بعد ذلك يحصل هذا الأمر، والأمور تتطور بسرعة رهيبة جدا. لما تيجي تشوف تجد القساوسة عندهم رشاقة متناهية، رشاقة متناهية، بينما تجد يعني في الجانب المقابل يعني الـ يعني لو مشينا مترين ثلاثة حاجة فظعة جدا. مين دول؟ ايه ده؟ أنا المكتب بتاعي في الدور الخامس، بحب أطلع المكتب بتاعي على السلم، ما بركبش الأسانسير غالبا، وأنزل برضك من على السلم، أجي أبص أتلاقي الطلبة في الدور الثالث أو الرابع عاملين زي بطورة البط. إيه ده يا ابني؟
يا ابني انت لسه عندك 20 سنه يا ابني ولا 21 سنه، ايه اللي بيحصل لك كده؟ ما ينفعش، لابد يبقى في عندك لياقه. ده انت لو كل يوم بس عملت ايدك كده اهو ورجليك كده اهو، عملت شويه حركات كده اهوت، ربنا يكرمك. لو نظمت اكلك ربنا يكرمك، لو نظمت طريقه شربك ربنا يكرمك، لو نمت بطريقه صحيحه ربنا يكرمك. يعني راعي صحتك شويه عشان ربنا يهيئ لك الخير. ف